طيب ننتقل إلى تبويب جديد، وهو بما يتعلق بمن يزور المقابر. وما هو تعريف المقابر؟ ما هو تعريف المقبرة؟ ما هو تعريف المقبرة؟ المكان الذي يدفن فيه الناس. نعم، المكان الذي يدفن، لا جمع قبر. يعني قد يكون قبر واحد ويسمى مقبرة، لا يشترط ماذا؟ أن يكون مجموعة قبور، ما دام هذا المكان في قبر هذا مقبرة. طيب، وكيف تتعامل مع هذا القبر؟ من بين هذه الأشياء أنه يحرم الجلوس عليه. من يذكر لي ما هو مظهر، كيف نرى في المقابر من يجلس على القبور؟ من يذكر لي مظهر من مظاهر الجلوس على القبر في المقابر؟ متى يا موسى يبدأ رجع يقعد على القبر؟ يعني في شيء عند الدفن، يعني يكون في جنازة وراد ينتنوها في القبر، فترى الناس يجلسون على القبور. أحسنت، فإذا هو يخرج في طاعة، وهو أنه يخرج مع جنازة لكي تدفن. أثناء الدفن رجليه شو مالهن؟ فبتعبن، شو بيساوي؟ بروح بقعد على القبر. شو بتساوي قاعد؟ في نهي عن الجلوس على القبر. أو الصورة الثانية غير الجلوس على القبر، أنه يدوس على القبر المجاور. هو بدفن في الأول، شو ماله؟ يدوس على القبر المجاور، أو بده يتفرج، يريد أن ينظر إلى عملية الدفن، فتجده يقف على القبر المجاور لقبر صديقه أو قريبه أو حبيبه أو مع من خرج معه. هذان المظهران واضحان في زماننا في الجلوس على القبر، يا أما أنه ينتظر عملية الدفن، أو تجده يريد أن ينظر إلى القبر الذي يدفن فيه صاحبه أو قريبه فيقف على القبر المجاور. إذن احذر، وخصوصا القبر المجاور أحيانا بكون لسه مش مبني، مع أنه في نهي عن بناء القبور لكنه مش مبني، فتجده يدوس. إذن تنبهوا إلى هذين الأمرين. ما هي العقوبة؟ نسمع. يلا يا أحمد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. انظر، لو كان بين أمرين، بين أن تجلس على نار وبين أن تجلس على القبر، روح اجلس على النار أهون من أن تجلس على قبر. هذا حق الميت، حق الميت، وبالتالي هذا مظهر من مظاهر حفظ وتشريف الأموات.